رائد الأعمال الأمريكي ميلتون هيرشي الذي أسس مصنع هيرشي للشوكولا وينسب له فضل تعريف العالم بحلوى الشوكولا. ولد ميلتون إس هيرشي في يوم 13 من سبتمبر عام 1857 في مدينة ديري بنسلفانيا، وقد تلقى هيرشي تعليمه الأساسي في نفس البلد وكان تعليماً بدائياً. كان ميلتون هو الابن الوحيد الذي عاش لوالديه فيرونيكا زانافلي وهنري هيرشي، وقد ولد ميلتون في مزرعة ريفية كبيرة تملكها عائلته بجوار مدينة ديري بولاية بنسلفانيا. عاش هيرشي في بداية سنوات طفولته محاولاً أن يخطو على خطى والده. تميز والده بأنه صاحب آمال عريضة وهو رجل طموح يضع نصب عينيه دوماً الفرصة القادمة، إلا أن ميلتون ابنه لم يرث هذه الصفات منه، بل كان الطفل يعاني من المثابرة والصبر على تحقيق الهدف. عاش ميلتون في أجواء غير مستقرة نوعاً ما، فطموح والده الزائد عن حده سبب له التنقل المستمر بين الأماكن للحصول على فرص عمل كان يراها جميعاً غير جيدة، وهو ما أورث ميلتون الخجل وقلة ثقة وجعله يتنقل بين 8 مؤسسات تعليمية ابتدائية للحصول على تعليمه الأساسي. وفي عام 1867 كانت الصدمة الأولى في حياة ميلتون، حيث حصل والديه على الطلاق بدون وجود سبب معلن. ولكن يبدو أن عدم استقرار والده وتنقله بين الوظائف قد أتعب فيرونيكا زوجته ابنة الكاهن الهولندي حتى قررت الانفصال عنه. وهكذا تولت فيرونيكا تربية ابنها الوحيد الذي أورثته الجدية في العمل. وفي عمر 15 كان هيرشي يحاول أن يحصل على وظيفة ملائمة، ونظرا لإتقانه للغة الألمانية بشكل جيد بسبب عائلته التي كان أغلبها من سويسرا وألمانيا، نجح ميلتون في البداية في الحصول على وظيفة مساعد محرر في جريدة تطبع بالألمانية. ولكن للأسف تم الاستغناء عنه وترك العمل بالصحيفة في عام 1871. وبعد أن فشل في الحصول على وظيفة أخرى، لاحظت والدته ميله لتعلم صناعة الحلويات فشجعته على تنمية هذه الموهبة، ونجح ميلتون في تعلم فنون صناعة الحلوى في وقت قصير. بدأ ميلتون في شراكة مصنع مع أحد رواد تصنيع الحلوى المشهورين في لانكستر ببنسلفانيا، وبعد 4 أعوام فقط اقترض ميلتون $150 من عمته ليبدأ بهذه الدولارات تأسيس مصنعه الخاص، مصنع لانكستر للكراميل بإنتاج وتصنيع الحلوى في قلب ولاية فيلادلفيا. عمل ميلتون بلا هوادة في مصنعه لمدة 5 أعوام كاملة كان لا يذوق فيها النوم، ولكنه في النهاية فشل في تحقيق ما كان يسعى إليه، فأعلن ميلتون إغلاق المصنع وقرر السفر نحو الغرب، وعاد للتواصل مع والده الذي كان قد استقر في مدينة دنفر، حيث حصل أخيرا على أول فرصة عمل جيدة في حياته. وهناك في دنفر اكتشف ميلتون للمرة الأولى الكراميل، واستطاع أن يتعرف على كيفية استخدام اللبن في تصنيعه. بعد أن حاز ميلتون أخيراً على سر من أسرار المهنة، لم تكن طبيعته الاستقلالية تسمح له بأن يشارك شخصاً آخر في تأسيس مصنع الحلوى، ولذلك بدأ في تأسيس مصنع في شيكاغو، إلا أنه فشل، فافتتح مصنعاً آخر في مدينة نيويورك، ولكن باءت هذه المحاولة أيضاً بالفشل. وفي عام 1883 عاد ميلتون إلى بلدة لانكستر مرة جديدة وهو لا يزال مقتنعاً بأنه لا يزال بإمكانه أن يؤسس مصنعاً ناجحاً لصناعة الحلوى. ومن هنا ولدت فكرة شركة لانكستر لصناعة الكراميل. بعد هذه المحاولات الفاشلة كان لابد أن يكلل الأمر بعد النجاح، ففي غضون سنوات قليلة شهد ميلتون نجاحاً تجارياً واسعاً، وكانت حلوى الكراميل الخاصة به تباع في كل الولاية. في عام 1893 حانت الفرصة أخيراً لميلتون لكي يتعرف عن قرب عن كيفية صناعة الشوكولا، وبينما كانت شركته لصناعة الكراميل تتألق في عز نجاحها، قرر ميلتون أن يؤسس مصنعاً آخر لتصنيع وإنتاج الشوكولا، لأنه أدرك وقتها أن حب الناس للشوكولا أقوى من حبهم للكراميل، فقرر المغامرة والتركيز في صناعة ما يحبه الناس وينجذبون إليه. انصب تركيز هيرشي في البداية على تصنيع الشوكولا باستخدام اللبن، وهو الأمر الذي كان سويسريين يبرعون وحدهم فيه، وكان هيرشي مصمماً وقتها على إيجاد طريقة جديدة لصناعة الشوكولا تمكنه هو وحده من تصنيع الشوكولا وإنتاجها وتوزيعها على العالم كله. في عام 1900 باع هيرشي مصنعه لإنتاج حلوى الكراميل مقابل مبلغ مالي ضخم تجاوز $1,000,000. وبعد 3 سنوات بدأ هيرشي في بناء مصنعاً جديداً على طراز حديث لصناعة الحلوى في مدينة ديري. تم افتتاح المصنع بنجاح في عام 1905، وكان هذا المصنع بمثابة عصراً جديداً في صناعة الحلوى. وفي عام 1924
تم تغليف الحلوى التي يصنعها هيرشي بورق يحمل علامة تجارية باسم هيرشي نفسه، وكان شعار الشوكولا صورة طفل صغير بداخله حبة من الفول، وهو التصميم الذي صمم في عام 1898، وظل هو التصميم الرسمي للشركة لسبعة أعوام متتالية حتى تحولت الشركة إلى شركة هيرشي للأغذية، وتوالت النجاحات التي يحققها هيرشي وازدادت ثروته، وكذلك نظرته ورؤيته لابتكار مصنع مماثلا في مدينته الأم. وفي المكان الذي صار يعرف اليوم باسم هيرشي في بنسلفانيا، بدأ ميلتون هيرشي بالمساهمة في تطوير هذا المجتمع، فبنى المدارس والحدائق والكنائس، وبنى منازل للعمال والموظفين. تزوج هيرشي من فتاة تسمى كاثرين في عام 1898، ولكن لسوء الحظ لم يتمكن الزوجين من إنجاب أي أطفال، إلا أن ذلك جعل هيرشي يركز في أعماله الخيرية على الأطفال واليتامى والمشردين. وفي عام 1909 افتتح الزوجين مدرسة هيرشي الفنية الصناعية، وهي مدرسة متخصصة لتعليم الأولاد اليتامى، والمدرسة يطلق عليها اليوم مدرسة ميلتون هيرشي. في الثلاثينيات من القرن الماضي، وفي الفترة التي أعقبت فترة الكساد العظيم، حرص ميلتون هيرشي على أن يستمر أبناء بلدته في العمل، فقام بتوفير فرص عمل كثيرة لهم عن طريق قيامه ببناء فندق ضخم ومباني سكنية ومكاتب إدارية جديدة للعاملين في مجموعة شركات هيرشي. خلال الحرب العالمية الثانية، دعم هيرشي الجيش الأمريكي بتوفيره الشوكولا الفاخرة وتوزيعها دون مقابل على الجنود والضباط. قام هيرشي بإنتاج شوكولا مخصوصة للجنود الأمريكيين بها ما يكفي من الطاقة لمساعدتهم على القتال، وكانت تسمى راشن دي بار. وفيما بين عامي 1941 و45 أنتجت الشركة من هذا النوع حوالي بليون قطعة، فقد كانت هذه الشوكولا تستطيع تحمل الحرارة حتى 120 درجة، فقد تم تصنيعها خصيصا للجنود الذين يقاتلون في أجواء حارة. كما وصلت شوكولا هيرشيز إلى الفضاء، حيث أخذها رواد الفضاء في سفينة أبولو 15 التي صعدت إلى الفضاء في عام 1971. خيم الحزن على حياة ميلتون هيرشي مرة أخرى بوفاة زوجته ورفيقة دربه كاثرين. بعدها بثلاث سنوات أسس هيرشي مؤسسة خيرية تحمل اسمها، وحول كل ثروته لهذه المؤسسة. لم يتزوج هيرشي بعد وفاة زوجته مرة أخرى، ويذكر أنه احتفظ بصورة لها في جيبه كان يحملها معه أينما ذهب. كما تمسك هيرشي بما علمته إياه والدته، وكان يحرص على العمل حتى وهو في الثمانينيات من عمره. ومات في بلدته هيرشي في بنسلفانيا في 13 من أكتوبر من عام 1945 بعد أن قاوم الفشل لمرات عديدة في حياته، ليحصل في النهاية على نجاح عالمي ليس له نظير.